حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. بعد عجزهم عن استئجار منازل، نازح الحديدة ينصبون خياما على أرصفة شوارع صنعاء. أربعون مريضا مجبرون على السفر الأسبوعي من المحويت إلى صنعاء. وفي جولتنا الرياضية، جمهور المكسيك حملوا على رؤوسهم كل من شجع كوريا. أهلا بكم. أنا أمام موت محقق، وكذلك معظم النازحين من الحديدة. لم يعد لدي ريال واحد لأن الحرب استهلكت كل مدخراتي، وحتى الآن أنا في صنعاء لم أستطع إيجاد سكن منذ نزحت بعائلتي إليها مؤخرا، يقول الكاتب محيي الدين سعيد متحدثا عن وضع مأساوي تعيشه أعداد كبيرة من نازحي الحديدة منذ وصولهم صنعاء هربا من حرب تستعر في أطراف المدينة. ويضيف موقع مأرب بريس في تقرير تداولته عدد من المواقع، صنعاء قد تكون أكثر محافظات البلاد استقبالا للنازحين من الحديدة، إلا أن النازحين فيها يعيشون وضعا ضاعف من معاناتهم نتيجة عدم استيعابهم في مخيمات توفر لهم الرعاية والحماية. يقول محيي الدين سعيد، كثير من العائلات باعت مصوغاتها من أجل النزوح من المدينة، مخلفين وراءهم كل شيء، والميسورون مع من باع من تبقى مع ما بقي من مدخراته هم اليوم عالقون بحثا عن بيت للإيجار في صنعاء. الناشطة غادة الحداد قالت إن عائلات من نازحي الحديدة من الفقراء ما زالت تفترش أرصفة في شارع الزبيري وسط صنعاء، ونصبوا هناك خياما بسيطة لنسائهم وأطفالهم بسبب عجزهم عن استئجار سكن. حتى لا تتحول الحرب في اليمن إلى حرب بين ميليشيات وطوائف، بعد أن كانت حربا بين دولة سلطتها شرعية وميليشيات وعصابات انقلابية. يقول عبد الوهاب العمراني في مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا في جزء منه، ليعلم الرأي العام بأن القفز على مضمون القرار الدولي 22/16 في أي حل مفترض سيكون سابقة لما قد يحدث مستقبلا في اليمن، وتشجيعا لمن تسول له نفسه الانفراد بالسلطة طالما ضمن حليفا إقليميا وتواطؤا دوليا. الأمر الآخر يعني هذا العودة للمربع الأول، أي تجاوز سقف المرجعية الوطنية والإقليمية والدولية. فإذا كان اليوم لدينا مرجعيات نحتكم لها، فغدا سيكون عصر الغابة وسيكون البقاء للأقوى. فمثلما نقول، اليمن الجديد لكل الكيانات بما فيها الحوثيون، لكن بدون سلاح وتسليم كل مقدرات الدولة. الشرعية اليمنية تظل شرعية بغض النظر عن إخفاقها وفشلها وتراجع الشعبية وحنق اليمنيين من أداء الشرعية المفترضة، والذي هو نتيجة تخاذل التحالف. ورغم ذلك تظل شرعية، وهذا مصدر قوتها، في حين أن الانقلاب أيضا يظل انقلابا وسيتوارى حتما مهما حصد فوائد إخفاق الشرعية ومن ورائها التحالف، فهو نصر آني مرحلي، والعبرة بنتائج الأمور. لا نهاية مرضية للشعب اليمني إلا بإزالة مسببات الحرب، وبداهة فإن اغتصاب السلطة ينبغي أن ينتهي، ويجب أن يتوارى طرفان الانقلاب، فعرقلة الحلول الحقيقية ليست صمودا. الشعب اليمني الذي تكبد شظف العيش لأربعة عقود مضت، وتحديدا 7 سنوات عجاف وضياع، لم يعد لديه ما يخسره الآن بعد خراب ملطة. فهل يعقل أن يكافأ من سبب له كل هذه المعاناة بتشريع حماقاتهم؟ إصرار الإنقلابيين واعتقادهم بأن إطالة أمد الحرب لصالحهم ووهم، فلا يعقل أن يصوم اليمنيون ويفطرون ببصلة. لا مناص لليمنيين من التمسك بالشرعية، وإلا فالبديل سلطة الأمر الواقع الحوثية أو حرب أهلية لن تنتهي. نشر موقع الصحوة نت وثيقة وجهها رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغري إلى أعضاء حكومته والوكلاء ومدراء العموم، وعنوان موقع الصحوة نت: الحكومة توجه الوزراء والنواب والوكلاء ومدراء العموم بالعودة
إلى المناطق المحررة. وقال الموقع: وجهت الحكومة اليمنية جميع الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ومدراء العموم وجميع المسؤولين بالعودة إلى المناطق المحررة. وحسب مذكرة صادرة عن مجلس الوزراء حصل موقع صحوانت على نسخة منها، فإنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي فقد تقرر تفعيل دور الوزارات وكوادرها ومضاعفة الجهود وممارسة أعمال الوزراء من عدن. كما نص التوجيه على ضرورة عودة الوكلاء ومدراء العموم مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى عدن أو مأرب، وذلك لممارسة مهامهم الموكلة إليهم وفق مناصبهم. للدول لا لأنظمتها. تحت هذا العنوان كتب فايز رشيد مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا: إقران الدولة بزعيمها هو نهج عربي عام، كما التغني بأمجاده وفضائله، حتى أنهم يصورون الشعوب العربية تتنفس الهواء فقط بفضل حكامها، ولولا أفضالهم لم ولن يتنفس أي عربي الهواء، رغم أن شرائح كبيرة من المجتمعات العربية تعاني الفاقة والعوز وعدم القدرة على تدبير القوت اليومي لعائلاتها ومنع الحريات عن الجماهير بمختلف أشكالها وإخفاء المعتقلين في سجون النظام التي لا يعرف مواقعها إلا الله والحاكم الذي جاء بالصدفة وأصبح حاكماً، كما المخابرات الظلامية. يمنع كل نقد في بلدان الديمقراطية المشوهة والمفصلة على هوى الحاكم الطاغوت سوى مقالات الإشادة بالزعيم التي تحتل أخباره 3/4 نشرات الأخبار، بحيث عزف المشاهد العربي عن مشاهدة القنوات الرسمية التابعة للأنظمة. من يقرأ عن تجربة الرئيس الفرنسي شارل ديغول الذي قاد مقاومة بلاده في الحرب العالمية الثانية وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندن، ثم ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني التي أصبحت فيما بعد الحكومة الفرنسية المؤقتة، سيجد أن كل تاريخ ديغول الوطني لم يشفع له لدى الشعب الفرنسي حينما خرج في مظاهرات مناوئة لسياساته عام 1968 واستجابة لمطالب المتظاهرين الذين شكل الطلاب والعمال الغالبية بينهم. قرر ديغول أن يجري استفتاء حول تطبيق المزيد من اللامركزية في فرنسا، وتعهد قبل إجراء الاستفتاء بالتنحي عن منصبه في حال لم توافق نسبة كبيرة من الفرنسيين على تطبيق اللامركزية في البلاد. وفي مساء يوم 28 إبريل عام 1969 أعلن ديغول تنحيه عن منصبه بعد أن حققت الموافقة على تطبيق اللامركزية نسبة أقل قليلا من النسبة التي حددها سلفا تأييد أنظمتها. كشفت الأحداث الجارية حقيقة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الحقوقية اليمنية من خلال تبنيها لمواقف تضامن انتقائية إزاء الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين من هذا الطرف أو ذاك. ويعلق المشاهد نت: التضامن الحقوقي في اليمن انتقاء يفتش في هوية الضحايا. وطبقا للموقع، فإن عددا محدودا من المنظمات يبدي موقفا واضحا تجاه الانتهاكات، وترافق الحرب الدائرة في اليمن انتهاكات واسعة من قبل أطراف الحرب وميليشيات تعمل خارج سلطة الحكومة الشرعية بحق مدنيين وناشطين حقوقيين وسياسيين في محافظات صنعاء وعدن وتعز والضالع ومأرب وحضرموت. هذه الانتهاكات يواجهها غياب التضامن الحقوقي الحقيقي مع كل الضحايا، حيث ظهر مؤخرا أن هناك انتقاء في التضامن مع أولئك الضحايا بمختلف أشكالهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم، وهو مؤشر كما يرى محرر المادة الصحفية يؤكد وجود فرز في العمل الحقوقي ووجود انقسام واضح وأهداف واضحة تقف وراءها سياسات تابعة للأطراف المتحاربة أو بعض الأطراف المشاركة في الحرب. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مرضى الفشل الكلوي بمحافظة المحويت أطلقوا نداء استغاثة إلى الحكومة والمنظمات الدولية، كما جاء في صحيفة العربي الجديد، للتدخل العاجل وإنقاذ حياتهم إثر تعطل أجهزة الغسيل الكلوي بمركز الكلى في المستشفى الجمهوري
بالمحافظة. المرضى في بيان صادر عنهم قالوا إن حياة أكثر من 103 مرضى يتلقون العلاج في مركز الغسيل بالمستشفى الجمهوري مهددة بالموت ما لم يتم التدخل بشكل عاجل لتوفير أجهزة جديدة خاصة بالغسيل بدلاً من تلك التالفة. وأضاف البيان: لا يستطيع المرضى السفر إلى صنعاء لتلقي العلاج بسبب التكاليف المرتفعة. وأشار البيان أيضا إلى أن المركز لديه 10 أجهزة تعطلت منها 6 بشكل نهائي، ما تسبب في تفاقم الحالة الصحية للمصابين بالفشل الكلوي. فيما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن قد قالت إن بقاء مرضى الفشل الكلوي على قيد الحياة يعتمد على قدرتهم في الوصول إلى مراكز غسيل الكلى التي تضرر عدد منها، ونسبة الوفيات من بين مرضى الفشل الكلوي وصلت إلى 25% نتيجة نقص أو غياب الخدمات الصحية. نشرت صحيفة الغارديان مقالا لأستاذ شؤون الهجرة القصرية والشؤون الدولية في جامعة أكسفورد ألكسندر بيست بعنوان: ماذا يمكن لأوروبا أن تتعلم من طريقة معاملة أفريقيا للاجئين؟ ويقول بيتس: إن الساحة الأوروبية السياسية تعج بالفوضى وعدم التفاهم بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بسبب محاولات توزيع أعداد اللاجئين بشكل عادل على الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن قمة دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لا يبدو أنها ستنجح في تقديم أي جديد. ويوضح بيتس أن دول أوروبا أخفقت في كل ما يتعلق بسياسات مواجهة تدفق اللاجئين باستثناء الاتفاق الذي عقده الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا، والذي يركز على تقليل عدد اللاجئين الذين يصلون إلى ساحل البحر المتوسط الجنوبي كآخر نقطة لهم قبل التوجه إلى أوروبا. ويضيف بيتس أن أوغندا على سبيل المثال تسمح للاجئين بحرية العمل والحركة دون قيود، وهو ما يسمح لهم ببدء مشروعات والتجارة مع مواطني الدولة المضيفة، وبالتالي أسهم في دعم الاقتصاد الأوغندي. بعض المقالات تكون بمثابة الرسائل التي تستشرف المستقبل، وتشكل مقالة جورج أورويل منع الأدب واحدة من هذه المقالات، والتي أرادت الكاتبة ماشا جيسون مؤلفة كتاب المستقبل هو التاريخ بما جاء في المقالة التاريخية. وقالت الكاتبة في مقتطف ترجمه علاء الدين أبو زينة من صحيفة الغد: يقول إيرويل في مقالته إن الشمولية تجعل الأدب مستحيلاً، وبالأدب يقصد كل أنواع الكتابة النثرية من القصة الخيالية إلى الصحفية السياسية، ويقترح أن الشعر ربما يستطيع أن يتسلل من الشقوق. ويكتب أيضاً أن الأمر لا يقتصر على الأنظمة الشمولية أو البلدان الاستبدادية بمجملها فحسب. تخيل أورويل خصلتين رئيسيتين للمجتمعات الشمولية، أولهما الكذب والأخرى هي ما سماه الفصام، وكتب: الكذب المنظم الذي تمارسه الدولة الشمولية ليس كما يزعم في بعض الأحيان وسيلة أو حيلة مؤقتة من نفس طبيعة الخداع العسكري، إنها شيء مندغم وجزء لا يتجزأ من الشمولية، شيء سوف يظل مستمراً حتى لو لم تعد معسكرات الاعتقال وقوات الشرطة السرية ضرورية. وقد يتطلب الكذب دائماً إعادة كتابة مستمرة للماضي من أجل احتواء الحاضر. وكتب أورويل: يحدث هذا النوع من الأشياء في كل مكان، لكنه أكثر احتمالاً لأن يقود إلى التزوير الصريح في المجتمعات التي يسمح فيها بوجود رأي واحد فقط في أي لحظة معطاه. وتتطلب الشمولية في الحقيقة التغيير المتواصل للماضي، وربما تتطلب على المدى الطويل أيضاً تقويض الإيمان بوجود الحقيقة الموضوعية نفسه. ثم يذهب إلى تخيل أن المجتمع الشمولي الذي يكون قد نجح في إدامة نفسه ربما يقيم نظاماً فكرياً فصامياً للتفكير، والذي يتم فيه اعتناق قوانين الفطرة السليمة في الحياة اليومية وفي بعض العلوم البحتة، وإنما يمكن أن يتجاهل السياسي والمؤرخ وعالم الاجتماع هذه القوانين. كان أورويل محقاً، فالأنظمة الشمولية تعتمد على الأكاذيب لأنها هي نفسها أكاذيب، ويجب أن يقبل الفرد في النظام الشمولي بها كحقيقة، لا يجب في الحقيقة أن يصدقها، وإنما أن يقبلها كأكاذيب وباعتبارها الحقيقة الوحيدة المتاحة في الوقت نفسه. وكما تنبأ أورويل،
تقوم الأنظمة الشمولية مع الوقت بتدمير مفهوم الحقيقة ذاته وإمكانية وجود الحقيقة ذاتها. رياضياً، صحيفة الخليج تعنون: زلزال كوري وفضيحة ألمانيا. منافسات كأس العالم 2018 شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بخروج حاملة اللقب ألمانيا من الدور الأول بخسارتها أمام كوريا الجنوبية 2-0 لتفشل في تخطي عتبة هذه المرحلة من البطولة العالمية للمرة الأولى منذ 80 عاما. ودخل أبطال العالم 4 مرات المونديال الروسي كأحد أبرز المرشحين للتتويج، ويصبح أول منتخب يحتفظ بلقبه منذ العام 1962، إلا أنهم قدموا أداء مخيبا في المجموعة السادسة منذ مباراتهم الأولى. ووقع المحظور في المباراة الثالثة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية في قازان، حيث كان المنتخب الألماني يحتاج إلى الفوز بفارق 2 ليعبر إلى الدور ثمن النهائي من دون انتظار حسابات المباراة الأخرى بين المكسيك والسويد. إلا أن النتيجة التي خالفت كل التوقعات، حيث كان السقوط الألماني المدوي 2-0 أمام المنتخب الملقب بشمشون في الوقت بدل الضائع. ولحظات عصيبة عاشها الجمهور المكسيكي كما تصف صحيفة البيان، فبعد تلقي شباك منتخبهم 3 أهداف من السويد، أصبحت فرصة ألمانيا سانحة للتأهل على حساب إلتري كولور بمجرد إحرازها 1، لكن المانشافت لم يتمكن من إحراز أي هدف في شباك منتخب كوريا الجنوبية الذي استطاع بدوره إحراز 2 والحفاظ على شباكه نظيفة طوال المباراة. وبمجرد انتهاء المباراتين اللتين أسفرتا عن تأهل المكسيك والسويد إلى الدور الثاني، توجه جمهور المكسيك في روسيا إلى الشوارع للاحتفال بالنصر. فرحة المكسيكيين كانت عارمة، حتى أنهم احتفوا بأي مشجع كوري يرونه يسير في شوارع مدينة يكاترينبورغ الروسية. وفي المكسيك توجهت بعض الجماهير إلى سفارة كوريا الجنوبية للاحتفال مع الكوريين الذين لم يحالف الحظ فريقهم في التأهل، وتوجه بعض المكسيكيين إلى منزل السفير الكوري وحملوه على الأعناق. البي بي سي قالت بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ يشن هجوما على المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، وسعوديون يردون على مواقع التواصل بهاشتاغ الشوالي في قلوبنا. مغردون سعوديون أطلقوا هاشتاغا يدافعون فيه عن المعلق الرياضي في قنوات بي إن سبورت القطرية عصام الشوالي، بعد الهجوم الذي تعرض له الشوالي من قبل تركي آل الشيخ. وكان آل الشيخ قد ظهر في فيديو مسجل انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يهاجم عصام الشوالي الذي تولى مهمة التعليق على مواجهة السعودية ومصر ويكيل له الشتائم. وكان هاشتاغ الشوالي في قلوبنا من أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم العربي خصوصا السعودية، حاصدا أكثر من 163 ألف تغريدة عبر من خلاله المستخدمون عن حبهم للمعلق التونسي ورفضهم لما جاء على لسان تركي آل الشيخ. ورد الشوالي على محبي على صفحته الرسمية في تويتر قائلا: هاشتاغ الشوالي في قلوبنا أحسن حاجة صارت في حياتي، شكرا لمحبتكم واحترامكم وتقديركم واحترام وحب متبادل، نحبكم برشا. شكرا للجمهور السعودي والعربي على هذه الوقفة. وما زلنا بأجواء خروج أبطال العالم الألمان من المونديال وتأهل السويد والمكسيك ورد فعل الجماهير على هذه الخسارة، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.